اللوجيستيك والماء. سيد الوزير مرحبا بك. مرحبا. ومشكور يعني على تلبية دعوة القناة لإجراء هذا اللقاء. أنا شاكر لكم. يعني اليوم في قليميم يعني طلعتوا على مجموعة الأوراش الكبرى، أوراش تنموية اللي هي متضمنة في برنامج عقد برنامج تنمية جهة قليم والنون. أكيد هذه فرصة لإطلاق هذه البرامج الكبرى. أولا شكرا. بطبيعة الحال كما أشرتم كانت زيارة لإقليم قليميم، مدينة قليميم بالأساس. دعني فقط نذكر بواحد المسألة، هي زيارات بطبيعة الحال زيارة تتبع للمشاريع، وهي أغلبها مشاريع وقعت في إطار اتفاقية المجال الثمانية. كما لا يخفى عليكم، وزارة جيز النقل لوجيستيك والماء باعتبارها وزارة أساسا يعني وزارة ديال البنيات التحتية، فهذه البنيات التحتية تقريبا تغطي جميع ربوع الوطن، يعني الحمد لله من طنجة إلى وجدة إلى بير القندوز تقريبا. فبالتالي هذا التتبع مهم بالنسبة للمسؤولين المركزيين وكذلك بالنسبة للمصالح الجهوية والإقليمية. زيارة اليوم كان زيارة غنية جدا، لأنه كان فيها بطبيعة الحال مشروع مهيكل كبير الذي قدم أمام جلالة الملك، الذي يرتبط بالطريق السريع الذي سيربط تجنيت بالعيون، ثم توسع الطريق من العيون إلى الدخلة. وكما لا يخفى عليكم أنتم تتابعون هذا الموضوع يعني بشكل حثيث وبشكل مضطرد. نحن نتحدث عن 1055 كيلومتر تقريبا، وهذا أكبر مشروع يعني طرقي في بلادنا، يعني وبغلاف استثماري يتجاوز 8.5 مليار ديال الدرهم، والذي ستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة جدا على الساكنة، لكن كذلك على التموقع الاقتصادي للأقاليم الجنوبية باعتبارها حلقة وصل مع إفريقيا الغربية. فهذه الاستعدادات الآن تقريبا نحن في أوجها، والآن يعني انطلقت في الجهة القميم ودنون جزء من هذه المشاريع اللي بغيت نذكر إلى سمحتيني. تفضلوا. غتكون فيها تقريبا واحد 20 مقطع طرقي، يعني انطلاقا من تيزنيت إلى الدخلة، وحوالي 15 منشأة فنية. وإذا سألتني لماذا هذه 20 ديال المقاطع الطرقية، أولا للتغلب عليها لأنها تكون مقاطع يعني حوالي 40-50 كيلومتر، وكذلك لإتاحة الفرصة للمقاولات الوطنية أن يكون لها حظ من هذه الاستثمارات، لأن ذلك سينعكس إيجابا على 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 التشغيل. واليوم الحمد لله لما أعطينا التتبع ديال هذه الأوراش، خاصة ديال قلميم زريويل وزريويل راس أومنين. زريويل نعم، ثم كنتوا معنا شفتوا الفرح ديال الساكنة، الاستبشار ديالها بطبيعة الحال، وهذا دليل على أنه الحمد لله كاين انتظارات، واللي الحكومة تعليمات ديال جلالة الملك صاروا على أن تكون في موعد مع هذه الساكنة. يعني نتحدث عن تنزيل هذا البرنامج، خاصة متعلق بطريق السريع تيزنيت العيون. يعني الكثير يعني تساءل يعني عن سبب تأخير إطلاق هذا البرنامج، الأكثر من ذلك بأن هذا التأخير تسبب في لغط وسط في أوساط يعني الفرقاء السياسيين بالمنطقة. أنتم يعني ماذا تقولون في هذا الصدد؟ على كل حال أنا أعتقد أنه اللغط كثرة الكلام لا يفيد. نعم. نحن ننتمي إلى ثقافة ضاربة في القدم. نعتبر أن العبرة بالمقاصد. المقصد الأساسي هو أن تبنى هذه الطريق، وأن تبنى هذه الطريق بمواصفات عالية من الجودة، المواصفات الدولية. لا يخفى عليك أن المشاريع المهيكلة بشكل عام، سواء كانت طرق أو موانئ أو طرق سيارة أو مطارات، هي تحتاج في البداية إلى مجموعة من الترتيبات. هناك طبيعة الحال الترتيبات التقنية التي لا يمكن بأي حال من الأحوال الضغط عليها، ترتبط بالدراسات التقنية، بالدراسات الجيولوجية، بالدراسات الجيوتقنية. ثم هناك بطبيعة الحال التركيبة المالية. صحيح أننا خصصنا غلاف 8.5 مليار ديال الدرهم، لكن هذا بطبيعة الحال فيه شركاء كثر،
فبالتالي هناك تراكيب مالية تحتاج منا إلى ضبط عدد من المساطر، لأن الذي لا يجب أن يغيب عن البال أن هذه الأمور لا تؤخذ هكذا، لأن عندها واحد العدد ديال الترتيبات. أنا أعتقد أنه ما تم الآن إذا حيدنا هذا الجانب ديال الغلط الذي تفضلتم بذكره، أعتقد أن هذه ترتيبات عادية، والآن المشروع ينطلق في وقته، وأنا حرصت اليوم في مدينة قنمين بالأساس على أن تلتقي بجل المقاولات والشركات العاملة على طول المسار، وأولا أطلعناهم على ما هو موجود، وفي هذه الحال طالبنا منهم التعاون فوق ما هو معتاد في هذه الأمور، وحرصت كذلك على التأكيد على أننا سنحترم الأجال، ويجب على كل أن يتحمل مسؤوليته في هذا الباب. فإذا عود على بد، أنا أقول العبرة بالمقاصد، الأمور الآن تنطلق، وغادي تلاحظ لأن ما تبعتم معنا هذا الشيء من الأول، أن في كل المحاور يعني في كل الجهات الحمد لله انطلقت هذه الأوراش، وغادي توصل السرعة ديالها القصوى سنة 2019. طيب على ذكر المسار السيد الوزير، يعني مجموعة من الملاحظات أثيرت بخصوص اختيار هذا المسار، يعني المعايير اللي اعتمدتها اختيار هذا المسار، خاصة بأن مجموعة ديال الحواضر يعني الأهل بالسكان تشتكي من إقصائها، يعني إذا صح التعبير، من هذا الطريق السريع. هو الطريق عموما الطريق السريع من تجنية العيون اللي غيكون في حوالي 555 كيلومتر، ثم الطريق توسعة الطريق وتقويتها من العيون الداخل حوالي 500 كيلومتر، عموما أقول احتفظ على المسار ديال الطريق الوطني رقم يعني واحد. يتحدث عن المسار بجهة قلميمة. طيب لا أنا غنرجع لك لهذه القضية حيت المهم، لأن هذا هو السؤال ديالك. أنا غير بغيت نأطرو من ناحية اللي بغينا نقولوا من ناحية الإطار ديالو. طيب. المسار عموما هو المسار ديال الطريق الوطني رقم واحد مع بعض التعديلات، لأنه عادة من تنوسعوا تنقولوا الطريق تنختاروا بعض المسارات اللي تتسمح لنا ربما باش نعالجوا بعض الإشكالات اللي كانت إشكالات سابقة. ما بين تجنية قلميم اختارينا انه يكون عندنا مسار اخر تسميه فرنسية فيت بروب، مسار جديد. علاش؟ اولا هذه املتها مقتضيات تقنية علمية جيوتقنية اللي غادي تسمح لنا باش يكون عندنا واحد المسار جيد من ناحية الجولان، غادي نتجاوزوا به بعض الاشكالات اللي مرتبطة ببعض المرتفعات وبعض التضاريس الصعبة. نعم. وغنربحوا فيه جوج الأمور. المسألة الأولى أن هذا المسار غنربحوا فيه بعد بضع كيلومترات، غيكون مسار جديد وغنديروه بمواصفات تؤهله في المستقبل أنه يمكن يكون طريق سيار. نعم. وفي نفس الوقت غادي نحتفظوا على ذاك الجزء ديال الطريق الوطنية رقم واحد. فأنا سمعت بعض الكلام حول هذا الموضوع، على كل حال أنا أعتبر أنني لست معنيا بالانخراط فيه، انا تنقول المسار اللي درناه هو مسار تقني علمي تخضع لواحد العدد المقتضيات جيوتقنيه طبوغرافيه فيها اساسا سلامه استعمال الطريق، تكون فيها مواصفات دوليه وتسمح بسرعه معقوله. فهذه هي بطبيعه الحال المقتضى، مع العلم باننا عموما عندما يكون هناك متسع نراعي بطبيعه الحال تجمعات السكانيه، لان تنقول الطريق هي جزء من الانشطه الاقتصاديه. واذا جلت بنظرك في مختلف دول العالم عموما المقتضيات ديال بناء الطرق تتخضع لواحد العدد ديال المعايير وديال المواصفات اللي ما يمكنش بطبيعه الحال الانسان يتجاوزها هكذا. طيب سيد الوزير، يعني بخصوص يعني الكثير يتساءل يعني عن الجدول الزمني لتنزيل هذا البرنامج يعني متعلق بالطريق السريع. على كل حال هل من تواريخ يعني؟ لا، احنا الان يعني يفترض باذن الله عز وجل اننا في 2021 في نهايه 2021 ننهيو يعني الطريق كلها يعني من بدايتها الى نهايتها. علاش قلت لك قبيله انه سنة 2019 غادي نكونوا وصلنا السرعة القصوى، هذه السرعة القصوى بطبيعة الحال. هادشي علاش الا لاحظتي هذه ثاني او ثالث زيارة، اعتقد ثالث زيارة درت، لان مشيت للجهة ديال العيون
جهة ديال الدخلال عن جهة ديال الميم والنون، وأحرص في كل اجتماع على أننا نستدعيو الشركات والمقاولات. ونقول لك واحد القضية بالمناسبة وهذه مهمة جدا، أنا تنقول الشركات والمقاولات راه يجب أن نتفادى أن تنقع المشكلة نحلوه، أنا تنقول يجب أن نستبق المشاكل حتى لا تقع هذه المشاكل. هذا الشيء علاش الآن بالنسبة لهذا الطريق، وأكيد أنك لاحظتي هذه المسألة، احنا درنا مديرية مركزية خاصة بهذه الطريق. عادة تنديروا في بعض المشاريع تنديروا أقسام أو مصالح، هذه خصنا لها مديرية مركزية، يعني من جنس المديريات المركزية اللي كاينة بطبيعة الحال على المستوى الوطني في الرباط، لكي تتكلف فقط بهذه الطريق، يعني ضبطا وتنسيقا واستباقا للإشكاليات وعلاقة مع المقاولات وتدبيرا لكل وحيادا كذلك. طيب سد فاسك يعني من المنجزات الكبرى يعني التي تضمنها عقد البرنامج لتنمية جهة كليم ودنون، أكيد منشأة بهذا الحجم اللي طالعته اليوم غتكون عندها إسهامات كبيرة في التنمية على مستوى الجهة. أكيد، أولا دعني أقول بأنه هذا بطبيعة الحال يعني من باب ذكر الفضل لأهله، هذه بطبيعة الحال جهة الحمد لله غنية بأبنائها وبناتها وبرجالتها وبالتاريخ ديالها، وتستاهل بطبيعة الحال كل الخير كما يقع في كل ربوع الوطن. هذه المنطقة هذه عندها هذا السد، هذا اللي غيكون بطبيعة الحال سد كبير جدا. نعم. إذا تنتكلموا على غلاف استثماري ديال 1.5 مليار ديال الدرهم، اللي غيكون عنده ثلاثة ديال الآثار إيجابية. الآثار الأول هو فلاحي، يعني غيكون بطبيعة الحال سيمكن من سقي هذا السهل هذا ديال كلميم، وأنا عند الزيارة اطلعت على أنه يعني يمتد على مدى البصر وبطبيعة الحال منبسط، وفي إمكانيته حتى تاريخيا معروفة هذيك المنطقة من تيكون فيها الفيض. نعم. تيكونوا الناس ديال الأقاليم الجنوبية والصحراء بشكل عام مرتاحين. المستوى الثاني بطبيعة الحال هو الحماية، حماية الحواضر من الفيضانات. والمسألة الثالثة كذلك هو تأمين التزويد بالماء الشرب. غادي تكون لاحظتي بأنه هذا من أكبر المشاريع على مستوى المستوى التقني. نعم. نتكلموا على الطول ديالو تقريبا اكثر من 800 ديال الامطار، لان الفمد الوادي واسع جدا، وسيمكن بطبيعه الحال من واحد الحقينه تقريبا اللي غتكون فيها 80 مليون ديال الامطار المكعبه، وبطبيعه الحال غيكون كما قلت عنده واحد العدد ديال الاثار وانعكاسات ايجابيه اللي غيخلي هذه المنطقه بطبيعه الحال مشاع اقتصاديا باذن الله. نعم. طيب سيد الوزير، يعني زيارتكم الميدانيه اكيد توقفتوا على مجموعه ديال الاشكالات اللي مزاكت، يعني منها مجموعه ديال المحاور الطرقيه على مستوى الجهه، اذكر تحديدا سيدي افني يعني كليميم بانطان والاضافه لاسوزاك، يعني هذا اكيد كيفرض واحد التعامل خاص للتعاطي مع هذه الاشكالات الكبيره، يعني مجموعه ديال المداشر، مجموعه ديال المناطق لا زالت تعاني يعني عزله حقيقيه، خاصة بعد الفيضانات ديال 2014 اللي كانت اعطت واحد الصورة يعني سلبية على هاد المسالك. لا، أولا صحيح. نعم. أنا تنعرف الزيارة ديالي أن عموما الساكنة بطبيعة الحال تتكون عندها طلبات، نحن نحاول جهد المستطاع أن نستجيب لها. تتعرف بأن وزارة النقل واللوجيستيك والماء هي عندها مطالبة على المستوى الوطني بطبيعة. نعم. الحال في ظل الاكراهات ديال الميزانيه لابد من بعض التحكيمات، لكن خليني نقول لك. طيب. 2014 15 16 17 في الجهه ديال كلميم ودنون حتى نتكلموا على اكثر من مليار و100 مليون ديال الاستثمارات في مجال الطرق. واذا خدينا 16 17 18 19 غتكون عندنا تقريبا 4 المليار ديال الدراهم ديال الاستثمار. نعم. بطبيعة الحال كاين واحد العدد المطالب، وانا سمعت الى بعضها ووعدت بدراسة بعضها، ووعدت في القريب العاجل ان نجد لها شراكات، لانه بكل حال وزارة الجهاز والنقل والتكنولوجيا والماء الان تشتغل عبر شراكات، وانا قلت للمنتخبين المسؤولين والسلطة الترابية مزيان الا كانت شي مقترحات. هذا الطريق اللي تنتكلموا عليها من سيدي افني اللي غتمشي لقصة، واللي البارحة ملي كنت في افني دزت على مستي ودزت على يمين فاست وجيت لكلميم، هذه في طور الانجاز، وغتربط سيدي افني باسا
وغادي تكون فيها مواصفات جيدة جدا على مستوى العرض ديالها، غيكون فيها عرض معقول، نعم وغيكون فيها أكتات اللي غادي تسمح بطبيعة الحال بواحد السير والجولان. وانا احسست بان كاين واحد الاستبشار كبير ديال الساكنه، لان غادي تسمح لي هذه الطريقه هذه اللي فيها تقريبا الى خدينا غنمشي لافني الكلميم حوالي 51 كيلومتر، انه بطبيعه الحال تكون بعد الرواج بين المدينتين استعمال المطار، لان الكلميم غيكون فيها مطار كبير وافني غيكون فيها بطبيعه الحال الميناء، وحنا غادي نكملوها بطبيعه الحال حتى الازا. كاين الازا كاين حتى واحد الطريق اخرى اللي غاديه من سيدي افني حتى الوقا، في المشارف ديال تالودانت هذه كبيره فيها اكثر من تقريبا من 120 كيلومتر، وهذه بطبيعه الحال حتى هي الان في طور الانجاز. كذلك زرت هذيك المنطقه ديال الشاطئ الابيض، ودرت ديك الطريق اللي طلقنا فيها بطبيعه الحال طريق اخرى نعم، تحدث لي على انه كاين واحد الشطر اللي بطبيعة الحال هو واحد الشطر مهم جدا، وانا قلت لهم يديروا لي الدراسة الأولية، يعرضوا عليا الدراسة اللي تتخص واحد مئة تقريبا 120 مليون ديال الدرهم، حوالي 120 كيلومتر. انا وعدت اولا بتحيين الدراسة وانا ذاك نشوف شنو طبيعة الشراكة. بطبيعة الحال بان لك باننا حنا كوزارة جهاز النقل يعني فاتحين الاذان ديالنا، لكن انا تنحرص دائما ناكد على انه وزارة جهاز النقل لن تتحرك الا في ظل بطبيعة الحال مراعاة الاكراهات اللي موجودة، وبطبيعة الحال في اطار واحد الشراكات على اساس ان المحاور المخطورة تكون محاور اللي عندها عائد سوسيو اقتصادي باين، علما بان كاين واحد التكامل مع البرنامج اللي كان عليه جلالة الملك ديال تقليص الفوارق الاجتماعيه والمجاليه اللي تيخص الطرق القرويه والمسالك القرويه، لهذا غيكمل واحد الجزء من الجانب الهيكلي المصنف اللي تنديروه حنا كوزاره تجهيز النقل واللوجستيك. نعم سيد الوزير، الملاحظات اللي طرحنا مرتبطه يعني بالتاخر، يعني هي مؤاخذه ديال الساكنه، التاخر ديال التعاطي مع الاثار ديال الفيضانات اللي عرفتها المنطقه على مستوى مجموعه ديال المحاور الطرقيه، على مستوى مجموعه ديال المنشات الفنيه، وانتم يعني الزياره ديالكم مكنتكم من الاطلاع على جزء من هذه الكراهات هذه. لا ولكن دابا واحد العدد ديال المطار تبع الفيضانات، خاصه فيما نسميه نحن بالمنشات الفنيه المغموره بحال القنطره اللي درنا على واد الصياد، ركبتي معنا وشتيها، هذه قنطره متميزه جدا نعم وكبيره اللي طلبت واد الصياد واد درعا كذلك يعني ودير واد درعا، ولكن هذه بخصوص اللي زرناها كشتي فيها تقريبا 116 متر ديال الطول شر الامطار العرض. و يعني حبذا لو تعمم التجربه على مجموعه ديال المحاور يعني على مستوى اقليم سيدي فني خاصه، لا عندنا على مستوى الصفاق يعني نقاط سوداء ما زالت يعني عندنا برنامج مجموعه ديال الملاحظات. لا يعني عندنا برنامج تحضر هنا يعني فج مزلوق يعني الصفاق يعني اللي صار واحد المشاكل يعني كثيره يعني في رمضان الماضي. صحيح صحيح، شوف يعني التساقط يعني اسمه مازال كثير مخاوف الساكنه خاصه في المناطق الحدوديه. عندنا واحد البرنامج مفصل لهذا الشيء ديال معالجه الاثار الفيضانات، نحن بطبيعه الحال نشتغل فيه، سرعنا منه، وغادي تلاحظ واحد القضيه وهذه فرصه باش نقولها للاخوان والاخوات اللي تيستمعوا لهذا اللقاء. انا زرت الان اقليم بلميم، اقليم سيدي افني، اقليم بلميم باعتبار مركز الجهه، غنرجع للزياره ديال طنطان، اقليم طنطان واقليم عصا، وانا طلبت من المسؤولين المركزيين ان يوجدوا برامج ديال الزيارات، واكيد انه سيقع بطبيعه الحال تسريع لبعض هذه الامور والاطلاع، لانه في حقيقه التتبع خصنا نكونوا واضحين، التتبع ما فيش غير الامور بطبيعه الحال اللي باينه ايجابيه، لكن كانت في امور اخرى اللي تنجلسوا مع المسؤولين المحليين والجهويين وتنسمعوا الاشكالات ونحاول ان نحلها جهد المستطاع، ومنها بطبيعه الحال هذه القضيه اللي قلت، لانه انا ملي سمعت لهاد الساكنه اكيد انه بعض الامور اتخذوا فيها قرارا يعني بشكل مباشر، بعض الامور قلت غادي 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 ندرسوها، ولكن دعني اقول لك يعني فوق طاقتك لا تلام، كاين بعض الاكراهات الميزانيه اللي بطبيعه الحال غادي نحاول عليها، ولكن هذه الرساله وصلت. فقط اقول انه الان هذا البرنامج هذا ديال محاربه الاثار ديال الفيضانات بالتفصيل هو موجود، واللي فيه المنشات الفنيه المغموره وبعض الطلبات اللي بطبيعه الحال منها هذا اللي قلتي ديال
التخفيج ديال سميتو التي سنأخذها بعين الاعتبار. يعني التساؤل سيد الوزير، يعني المنشأة ديال واد تلمع درت يعني تم إعادة يعني إصلاحها في مناسبتين، يعني يعني الكثير كيقول هذا نوع من الهضر مع العام. لا هو ما كاينش، لا هاد القضية ديال يعني المنشأة اللي كان سقطت يعني أكثر من 15 ضحية في الفيضانات ديال 2014. لا لا غير الطريق الوطني رقم واحد. لا غير هاد القضية ديال هاد الشيء دابا ديال المنشآت الفنية تقع فيه بعض الإشكالات، لكن القضية ما مرتبطش بهضرة ديال نعم ديال المال العام. حنا حتى تكون عندنا بعض الإشكالات اللي هي عندها طبيعة تقنية تعالج بطبيعة الحال. اللي مهم الآن أننا على المستوى الوطني، باش نقول لك لأنه أعطيتني واحد ما عنديش سميتو ديالو، ولكن عندنا برنامج ديال جميع المنشآت الفنية المغمورة اللي غيكلفنا، وهذا الشيء كان من الآثار ديال الفيضانات اللي غيكلفنا حوالي 5 مليار ديال الدرهم. وهاد 5 مليار ديال الدرهم بطبيعة الحال خصنا نوزعو على واحد العدد ديال السنوات، وخصنا نبقاو على التركيبة المالية ديالها. ونحن الآن بصدد، أنا طلبت من المسؤولين على المستوى المركزي أننا نشوفوا القضايا اللي يمكن نستفدوا فيها من القروض، لأن السوق المالية الدولية تسمح بذلك. وأكيد أنه في بحر واحد المادة ديال 5 6 سنوات غنكونوا عالجنا جل ما نسميه بالمنشآت الفنية المغمورة اللي ما كانتش طارحة إشكال من قبل، ولكن أصبحت تطرح إشكال مع التغيرات المناخية اللي أصبحت تنيخ بكلكالها على مجموعة من الأمور، واللي غادي تفرض علينا أننا نسرعوا واحد العدد ديال المشاريع ديالنا. طيب ميناء طنطان، ميناء سيدي فني، يعني المحركين ديال التنمية على مستوى الجهة، يعني لا زال يعني كيعاني يعني مجموعة ديال الإكراهات، يعني أكيد عندكم تصور لتحريك يعني هذه المنشأتين. ميناء سيدي فني الآن تقريبا الزيارة اللي درنا ليه البارح أنهينا جميع الأشغال اللي فيه، وهذا كلفنا تقريبا حوالي 470 مليون ديال الدرهم أعتقد. كانت في مرحلة أولى كانت فيها بعض الإشكالات مع المقاولات، ثم كانت مرحلة ثانية، ثم كانت جرف ديال الرمال. شي كلشي كلف واحد الغلاف ديال 470 مليون ديال الدرهم، وغلاف كبير جدا، تنتكلموا على نص مليار ديال الدرهم. طيب. وانا بطبيعه الحال من الاشكالات، وهذا الشيء تعرفوا اشكالات ديال الموانئ الجنوب عموما هي اشكال ديال الترمل، تروح ماشي غير في سيدي فني، تروح في سيدي فني، تروح في طرفايا، تروح في العيون، تروح في الداخله. بطبيعه الحال كاينه واحد المعالجه فيما يتعلق بسيدي فني الان بعد الزياره، بعد ما درنا ذاك الحاجز الواقي ضد الترمل، لانه هو كان فيه حاجز رئيسي وحاجز ثانوي وحاجز عرضي، ثم كاين الحاجز اللي درناه حاجز خاص بالترمل. وانا سمعت من الساكنه ماشي غير من المسؤولين انه الان الحركه ديال الصيد ارتفعت، والنسب ديال الافراغ ديال المراكب ديال الصيد تطورت، وهذا هو اللي خلى الساكنه بالمناسبه تيطلبوا لي الامكانيه ديال انه يكون خط بحري مباشر. نعم. ما بين السد ديال ما بين الميناء ديال سيدي افني وجوز الكناري ربما تينيريسي ولا انزرا. بالنسبه للميناء ديال طنطان، انا غادي ننظر الاقليم ديال طنطان ان شاء الله، ساطلع على ما يعني استحضرت المنشاتين باعتبارهم يعني النواد ديال التنميه ريهان يعني تنموي على مستوى صحيح. نعم. صحيح صحيح. وحنا راح نشرنا لواحد القضيه، انا لما قلت لك هذا الطريق ديال الوطني رقم 21 اللي غادي يمسي ديال افني الكلمي، قلت لك كاين المطار وكاين الميناء، بمعنى ان كاين واحد التصور، كاين واحد التكامل. هذا ميناء اللي غادي يكون فيه بطبيعه الحال ميناء سيدي افني غادي تكون فيه منطقه صناعيه لوجستيه، وغادي يكون فيه بطبيعه الحال التكمين، هذا غيدير يخلق مناصب الشغل، وبطبيعه الحال حتى تصدير بعض المنتوجات. كاين هذا الطلب ديال هذا الخط البحري، اعتقد انه في السنوات هذه التي نحن فيها سيكون لهذا الميناء واحد الاثر كبير. هذا الشيء علاش حنا درنا في هذا الاستثمار ديال نص مليار ديال الدرهم، اللي هو ماشي استثمار سهل يعني بالمناسبه بالنسبة للميناء ديال سيدي فني. نعم، يعني الكلمة مفتوحة لكم سيد الوزير قبل ختام هذا اللقاء.
اولا شكرا، شكرا على هذه الاستضافة، وشكرا على الأسئلة اللي كانت في الصلاة ومدققة. واعتقد انه من خلال هذه الزيارة، اولا اردنا التأكيد على ان التتبع هو منصوب الاهتمامات ديال وزارة الجهاز والنقل واللوجستيك. بطبيعة الحال كاين تعليمات في هذا الاتجاه، والحكومة تسير في هذا الاتجاه، وكذلك على ان الامور الحمد لله في الجهة كل ميم ودن محركة، والامور تسير واحد السير جيد ومعقول. وكما قلت راه العبرة بالانتاج على الارض، العبرة بالخواتيم ديال الامور، ويجب ان ننظر الى المستقبل وان تتكاتف الجهود وان نتجاوز بعض الاشكاليات اللي هي معيقات للتنمية والتي لا تفيد الساكنة في شيء. تراك شتي الساكنة راهي الطرق، راهي الميناء، راهي المطار، راهي مناصب الشغل. فإذا خصنا حنا نتجاوبوا مع الساكنة ونكونوا في مستوى الانتظار ديالها. نعم السيد عبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أشكرك على سعة صدر، أشكرك كذلك على تلبية دعوة هذا اللقاء لتفصيل مجموعة من النقاط التي تهم تدخلات قطاعكم على مستوى جهة قليميم ودن والأقاليم الجنوبية عموما. شكرا جزيلا. شكرا، مرحبا. الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، وإلى لقاء قادم بحول الله.